الله وبركاته. انا اسمي محمد اسلام، عمري 13 سنه، والنهارده اوريكم البروجكت بتاع ال HTML، او يعني بتاع الليفل 1. اخش على الفايل ده. انا عملت موقع عن ال توب 10 بيست توب 10 باسكتبول بلاير 2021، بس فهو مكتوب هنا يعني ملخص كده عن الموقع يعني. وبعديها ده التوب 10. لما تيجي تبص عليه كده من غير ما تدوس، هيقول له هيظهر سي مور اباوت هيم. تدوس عليه يفتح لك نيو تاب باسمه، وبعديها اهو بقى كل الحاجات اللي يعني الكلام عنه يعني، او اللي هو الشرح ليه بس. وانا عامل كده بقى في كل اللعيبه الباقيين، ده كل دول. وبعدها هنا write your top 10، بعدها دوس ارسال. بس اوريكو بقى دلوقتي، هوريكو الملف بتاع او الكود يعني. واهو دوت كده الكود. اول حاجه عملنا المين تاجز اللي هي ال HTML، والتاج اللي بنفتحه لازم بنقفله تحت اهو. ثانية واحدة اهو كده تحت هو ده. وبعديها ده تاج البودي ومفتوح فوق اهو. وفتحنا برضو التاج الهيد وقفلناه، والتايتل كل حاجة. وبعديها بقى ايه، عملنا باراجراف اللي هو يعني اللي هو الملخص بتاع الموقع. عملنا H1 علشان يبقى يعني يبقى كبير كده وظاهر. وبعديها بقى قفلنا الباراجراف تاني. بعديها عملنا H1 بأول اسم اللاعب اللي هو توب 10. وبعديها عملنا فتحنا تاج اللينك اللي هو بيتفتح بحرف ال A، وبعديها ال href equal top 10 dot html اللي هو الملف. انا عامل لكل لاعب او ايوه لكل لاعب ملف، علشان لما تدوس على الصوره بتاعته من بره يوديك على الملف التاني بتاعه. بعديها التايتل سي مور اباوت هيم اللي هو لما بتقف بس عليه كده من غير ما تدوس ولا اي حاجه. بعديها التارجت تعمل اندرسكور بلانك اللي هو بتفتح في تاب جديده، او يعني في صفحه جديده مش في نفس الصفحه. بعديها تحط الايمج سورس كده وكل الحاجات دي. وبقى دي الصورة يعني. وبعديها قفلنا برضو تاج اللينك هنا وبس. وعملنا برضو كده في كل الحاجات الباقية. ووريكو طيب ووريكو الملف اللي هو ده اللي هو بتاع اللي انا حاطه هنا ده.